عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو، ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش. لو عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك انت بالتحديد. معايا النهاردة جزئية جديدة من الباب السادس. الباب السادس سينيالي انديكاسيوني. نشوف مع بعضنا كده اشارتنا النهاردة وازاي نقدر نحل كل الاسئلة اللي ممكن تجينا عليها. معانا النهاردة برافيزو دي انترساسيوني اورباني، اعلام عن الاقتراب من مفترق طرق داخل المدينة. ده اشارتنا النهاردة برافيزو انكروتش اوربانا، اللي هو تقاطع داخل المنطقة السكنية. هنحل الأسئلة إزاي؟ هنحلها بالكلمات الآتية. إيه هي كلمة برافيزو؟ ده الإشارة دي اسمها برافيزو. أي سؤال فيه كلمة برافيزو يبقى فيرو، باستثناء لو قال لي برافيزو دي أريا دو سوستا، كلمة سوستا تبقى فالسو. برافيزو دي باساج ليفيلو سينسا باريرا تبقى فالسو. يبقى كلمة برافيزو من غير سوستا ولا سينسا، كلمتين دول لو جيت كلمة سوستا أو سينسا مع البرافيزو تبقى فالسو. برافيزو لوحدها من غير كلمة من دول تبقى فيرو. بعد كده عندي ديريتو وكلمة أوربانو، يبقى دول الكلمات اللي هنحل بهم الأسئلة. برافيزو من غير سوستا ولا كلمة سينسا، وكلمة ديريتو وكلمة أوربانو. طيب ما تيجي ندخل على الأسئلة ونجرب الثلاث كلمات دولت في حل الأسئلة ونشوف إزاي هنقدر نحل بهم كل الأسئلة. نشوف مع بعض كده السؤال الأول. حدد الإشارة الأول اللي هي برافيزو أوربانا هيت، خلفية بيضة. رقم واحد كلمة برافيزو موجودة هيت، هقول له فيرو. اتنين أوربانا داخل مدينة، فيرو. تلاتة برافيزا برضو إعلام، فيرو. أربعة برافيزا إعلام، فيرو. خمسة ديريتو، فيرو. ستة ديريتو، فيرو. سبعة عند كلمة برافيزا بس في هنا كلمة إيه؟ سوستا أو أريا دي سوستا، تبقى فالسو. تمانية ندور على كلمة برافيزا أو ديريتو أو أوربانا مش موجودة، يبقى فالسو. تسعة كلمة برافيزا أهوت بس عند كلمة سينسا اللي هو باساج ليفيلو سينسا باريرا، كلمة سينسا مع البرافيزا تبقى فالسو. 10 ادور على كلمه برافيزو او ديريتو او اوربانا مش موجوده، يبقى فالسو. 11 ادور على كلمه برافيزو ديريتو اوربانا مش موجوده، تبقى فالسو. كده احنا حلينا كام سؤال مع بعض؟ حلينا 11 سؤال. 11 سؤال دولت هم كل الاسئله اللي ممكن تشوفهم على سينيالي برافيزو دي انترساسيون اوربانا، اعلام عن الاقتراب من مفترق طريق داخل المدينه. حلناهم بالكلمات الاتيه: برافيزو من غير سوستا ولا سينسا، وديريتو وأوربانو. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.